السلام عليكم احبابي وحباب القلب، مرحبا بكم في قناة وصفات اسمر. اليوم راح نروحوا نسافروا بكم الى عروس رياض النخيل واللي هي ولاية المغير، بالتحديد الى بلدية تنسيغة، وراح نعرفكم بمادة حيوية ونحتاجوها دائما. ماكلتنا بلا بها تكون صامتة، ما تحلاش غير بها، واللي هو الملح. ايه الملح، نلقاوه بزاف في المحلات يعني علب مختلفة والأمبلاج مختلف من أنواع كثيرة من الملح باسموات متعددة، ولكن ما نعرفوش منين راح نخرجوا هذا الملح ومنين ينتجوه وكيفاش يزرعوه ويخرج لنا ملح. هذه المرة رانا متوجهين إلى المؤسسة الوطنية للأملاح، وحدة ملاحات مروان، ملاحات مروان نسيغة ولاية المغير، هي بلدية تنسيغة وين توجد فيها هذه البحيرة الكبيرة تاع شط ملغيغ. شط ملغيغ هذا راهو معروف وقرينا عليه في الكتب تاعنا في الجغرافيا، جاي بين واتسوف وجاي بين بالسكرة، وهذا شط ملغيغ راهو كبير بزاف منه ينتجوا هذه الكمية الكبيرة تاع الملح، وين يعني يخرجوا المادة الخام، وهذه المادة الخام راهم يدوها للمصانع ويعالجوها، ومن ثم نتحصلوا على ملح معالج. هذه المؤسسة الوطنية للأملاح واللي ملاحات مروان، وهذو كما راكم تشوفوا الكثبان، تقولوا باللي هما جبال ولكن هما كثبان من الملح، يعني جبال من الملح. هنا غطاهم غلف ونصبرك ولا يبانوش القهويين، ولكن هما راهم كامل بيوضة كامل بالملح، يعني ينتجوا به الملح. كان هنا كما راكم تشوفوا هذه المستنقعات هذه في فصل الشتاء تشوفوهم بزاف شابين وبزاف رائعين بالملي فيهم، تقول بحيرة نتاع الماء، وفي كاين بزاف ناس وعائلات يجوا تصوروا في هذا المكان. وكاين احيانا في فصل الخريف ولا فصل الصيف راح ينشف هذا الماء وينقص الكمية تاع المياه تاعو المنسوب للمياه منه ينتجوا هذاك الملح. كما راكم تشوفوا هنايا الجرارة كي تجي تمشي وتلقى هذيك الطبقة تاع الملح بين 20 سنتي ولا 30 سنتيمتر، يعني هذاك هو الطبقة تاع الملح، رايحين بالجرارات يلموها كامل ويديروا على كثبان، على شكل كثبان ولا جبال نتاع الملح. هذه الملح كما راكم تشوفوا فيها نذوق فيه طبيعي 100%، يعني ملح من الارض خارج، من الارض خالق، سبحان الله. هذه هي الملح، هذو هما كيفاش يخدموا الملح. الملح هذه طبقة صخرية يعني فيها الكالكار ولا يعني كما نقولوا سبخة اللي تكون فيها الملح، ولا كما راكم تشوفوا قاعدة شغل أحجار مجوفة ويابسة جدا، هذه غير صالحة يعني ماشي ملح صالح، ولكن تلقاها يابسة ومجوفة لداخل بنسبة المياه المالحة اللي فيها والأملاح اللي كانت متراكمة عليها. كما قلت لكم هنايا راهم هذه البحيرة ولا هذه المكان فيه ينتج الملح ويطلع بهذه كما راكم تشوفوا بهذه الكمية، ومن بعد يولي على شكل طبقة من الأملاح، ومن بعد يجيبوا الجرارات ولا كما نقولوا هنايا البوكلة ولا الجرارات، يلموا كامل هذيك الطبقة تاع الملح، ومن بعد يدوها للمصنع، ومن المصنع يدو يعني يدوها للمصانع الاخرى، هما وين تما تقوم بالمعالجه تاعها، وين يعمروها في الاكياس تاعها باشكال مختلفه واشكال يعني الوان متعدده من الامبلاج ولا التغليف كيف يغلفوه كما يحبوا. هنا راني نمشي في هذيك السطح ولا هنا في شط ملغيغ بالتحديد، وين كاين شفتوا الاملاح كيفاش راهي تخرج، وتحسوا يعني كي تكونوا تمشوا فوق هذه الارض تحسوا كانكم تمشوا فوق حاجه تاع كرتون، حاجه تمشيو رجلكم تهبط من قوه الملح اللي فيها والهشاشه تاع هذه الارض. يعني هذه هي شط ملغيغ، شوفوا هنا في فصل الشتاء كيفاش تكون معمره بالمياه، المياه المياه المياه، يعني تقول البحر كما البحر، يعني بحر تاع الجنوب. هذه هي هو شط ملغيغ، يعني واحد المنظر ما شاء الله ما شاء الله رائع جدا. هنا كما قلنا رحنا له في الخريف في اكتوبر، وتميت حتى الان باش لميت وخدمت المونتاج تاع هذا الفيديو، حبيت نعرفكم على كيفاش ينتجوا الملح وكيفاش يخرجوا منه. رغم ذلك كذلك في هذه المنطقة ولا شط ملغيغ وين كذلك يجوا العرسان في الأفراح تاعهم، ويجوا تصوروا في هذه المنطقة كأنها بحيرة، كما احنا في الشمال نروحوا للبحر نصوروا أمام البحر العرسان وكل شيء، هم هنا يجوا هذا المكان. كما راكم تشوفوا هذه المستنقعات ثاني كذلك يقدروا هما يزرعوا واحد المادة فيه اللي تخلي الملح يتلاين على شكل صخور.
يتلائم على شق الصخور ويلموه. وكذلك ثاني تهاد المستقعات يتعمدوا هما راهم يفروهم، يعني كما نقول هنايا ينشفوهم من الماء تاعهم باش تكون هذيك طبقات تاع الملح، باش يقدروا في الماء وين تكون طبقه تاع الملح مليحه ويلموها بالجرارات نتاعهم. قلت لكم من جهه تكون العامل تاع الماء ينشف وحده، ومن جهه وين كان العامل الوزين ولا المصنع هو اللي يقوم بتجفيف هذيك المستقعات اللي دايرين لهم سبيسيال باش يلموا فيهم الملح، يعني ثم يلموا الملح وثم يزرعوا واحد الماده اللي تخلي هذاك الملح يتراكم ويولي على شكل كتل ولا يتلم، يعني احنا كما نقولوا احنا يتجمد يولي على شكل صخره واحده. هذا هو كما تشوفوا في المصنع، كان يوم جمعه كان مغلوق يعني يوم عطله، فيه هذوك الجرارات اللي لداخل لي كاميون وفيه كل شيء المعدات تاعهم اللي يلموا به الملح. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وديتوا فكره صغيره على هذا الوزين ولا هذا المصنع تاع الملح وكيفاش ينتجوا الملح. الملح هو يجي على شكل صخور وتكون هذه هي ياخذوا منها الماده الخام ومن بعد يدوها للمصانع، والمصانع تماك وين رايحين يعالجوه ويسربوه للمحلات يكون صالح للاكل. هذه كانت رحلتنا سهله مهله الى عروس رياض النخيل مدينه ولا ولايه المغير. مع رحلتنا كانت مع دودي، تحيه كبيره ليه اللي دينا هذه المنطقه حوسنا ليه، وكان ثمة العريس محمد اللي كذلك رحنا زرناه وفرحنا بعرسه. ان شاء الله ربي يهني ويعطيه الذريه الصالحه. واش نقول لكم، تهلاو في روحتكم بزاف بزاف ورحله موفقه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. خلونا ما تنسوش تهبطوا اس فيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر، وما تنسوناش بالبرتاج والاعجاب والتعليقات تاعكم الشابين الرائعين كيما انتم ان شاء الله. اتلاو فرحتكم بزاف بزاف، سلام.